بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد، عدد قطرات الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد دواب البحار. مشاهدي قناة نسمة وفي تونس وفي المغرب الكبير، مرحبا بكم وعسلامتكم. تتواصل رحلتنا معاكم عبر الأحاديث النبوية الشريفة وما تحمل من معاني جميلة ورقيقة تعطينا صورة على إسلامنا الناصع الجميل. حديث اليوم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من الأمور المعلومة أن الإنسان والمسلم هو اجتماعي بطبعه، فيحب الناس تآنس به وهو يآنس بالناس بصفة عامة. كما كذلك من طبيعة البشر وطبيعتنا بكلنا أنه نحب نكون محبوبين في المجتمع متاعنا، محترمين في البيئة متاعنا. لذا يسعى المسلم باش يكسب ديما ود الناس وحبهم، والعاقل من البشر وقت اللي يسعى لرضا ربي سبحانه وتعالى قبل ما يسعى إلى رضا الناس، بمعنى يسعى لرضا رب الناس قبل سعي لرضا الناس. فباش يكسب الإنسان محبة ربي سبحانه وتعالى ومحبة الناس ما فماش إلا سبيل وطريق واحد، فاللي ما يتبعش السبيل هذا والطريق هذا باش يخسر المحبة هذية، واللي يسلك الطريق هذا بطبيعة يفوز ويكون عنده أنس بلذة الدنيا ومحبة ربي ومحبة الناس. لذا أورد الإمام النووي رحمه الله الحديث هذايا فيما حديث الكل اللي هو أجمعها باش يكون الحديث هذا معلم ومرشد لنا، وباش يبين لنا الكيفية اللي ينال بها المسلم محبة ربي ومحبة خلق متاع ربي سبحانه وتعالى. فمحبة الخالق للعبد منزلة عظيمة، هي مفتاح السعادة وباب الخير. لذا فإني ما نجموش إنه لها بمجرد الأماني، ولكنها تحتاج من العبد المسلم باش من الجد والاجتهاد باش يوصل إلى هذه الغاية. وقد جاء في الكتاب والسنة بيان العديد من الطرق اللي تقرب العبد من ربي سبحانه وتعالى ومن خالقه، وتجعل أهل كما قلنا باش ينال الرضا والمحبة. وكان من جملتها ما أرشد سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث، وخاصة فيما يتعلق بخلق الزهد. ولكن ما يلزمناش نردوا بالنا، ما يلزمناش نفهموا الزهد راهو كما قلنا الانعزال ويعني الابتعاد عن الناس. والزهد شنو هو بالضبط في مفهومه العلمي الصحيح؟ هو قصر الأمل في الدنيا. الزهد شنو هو؟ أنك تعمل في برنامجك كون الدنيا راهو قصيرة وما فيهاش أمل كبير. والزهد شنو هو؟ عدم الحزن على ما فات. ساعات الإنسان يكون في وضعية معينة إذا كانت عدات يحزن عليها، يقول القادم خايب وسيء وهذا الكل لا ما حشناش به. فالزهد هو قصر الأمل في الدنيا وعدم الحزن على ما فات منها. وتنوعت عبارات العلماء الصادقين السابقين في التعبير على الحزن، لكن أجمع تعريف للزهد ما قال اتفقوا عليه العلماء: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إيش معناتها ترك ما لا ينفع في الآخرة؟ يشمل ترك ما يضر، وبطبيعة الحال ترك ما لا ينفع، وبطبيعة الحال الشيء اللي يضرنا في خاصة في الآخرة. ما يفهمش من هذا أنه الأخذ من طيبات الحياة الدنيا هو معناتها مرفوض، لا، أنه الإنسان يبعد على الدنيا، لا، أنه الزهد هو الأخذ من طيبات الحياة الدنيا على قدر الحاجة، هذا المقصود به. ما يلزمش يكون فما لهوة لهفة، وما يلزمش يكون فما سعي كبير بالحلال كما يقولوا بالحلال وبالحرام، لا، ناخذ طيبات الدنيا لكن في حدود الطاقة وفي حدود القدرة، بدون ما إنسان يكون يتجاوز الحدود الطاقة متاعه والقدرة متاعه. الصحابة الأجلاء اللي هما ديما نبراس لنا وقدوة لنا كانت عندهم أموال كثيرة جدا، وفما أسماء من الصحابة اللي كانوا من أثرياء وكانت عندهم تجارات كما أبي بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. ولكن هذه التجارات وهذه الأموال ما كانتش في أيديهم، هذا الحاجنا به. المفهوم الزهد أنه الدنيا ما تكونش في يد العبد، الدنيا تكون في يدين العبد مش في قلبه. فلذا الصحابة الأجلاء كانوا أقوياء وكانوا يتسابقوا في باب الصدقات ومساعدة المحتاجين والإنفاق في سبيل الله، وتراهم كما مطر الخير، كما مطر الخير اللي تعطي وما تمنعش واللي تسقي حتى تشبع. وعلى هذا فإنه حقيقة الزهد اللي جات في الحديث هذا أنه ما نجعلوش الدنيا في دينا،
أن سامحوني نجعل الدنيا في دينا ما نجعلهاش في قلوبنا. فإذا كان العبد مقبل على ربي يبعد على حرام، يستعين بالمباحات بصفة عامة. هذا هو إيش معنى الزهد اللي يدعاله الحديث هذا. والزهد ليس الزهد في الدنيا الترك متاحها، وإنما الزهد أنه يزهد في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقدامنا زوز أمثلة كبيرة ياسر، سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام، ملك الدنيا ولكنه كانوا عند الله من الزاهدين. السلف الصالح بصفة عامة وعلماءنا وأجلاءنا والتابعين والصحابة فهموا المعاني هذه وقدروها حق القدر متاحها، فترجموها إلى مواقف مشرفة انقلنا منها التاريخ برشا مواقف كبيرة ياسر. كما الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت أقواما وصحبت طوائف، عشرت ناس وطوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا إذا أقبل، إذا جاءت حاجة من الدنيا ما كانوش يفرحوا بها فرح كبير برشا، ولا يأسفون ما كانوش يتقلقوا على شيء منها إذا أدبر إذا كان مشاء، وكانت في أعينهم الدنيا أهون من التراب، ونظروا للدنيا بعين البصيرة، ووضعوا نصب أعينهم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالآية هذه وغيرها من الآيات اللي تحثنا على أنه الدنيا راهي دار زائلة ودار الغرور بصفة عامة. وهك علاش ربي يزيد يعطينا آية أخرى في القرآن الكريم وقت اللي قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فهانت وقت الدنيا علينا بكل ما فيها ونتخذوها لكن مطية للآخرة وسبيل للجنة. ثم يعلمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام أن السبيل إلى محبة الناس فقط شنو هو؟ إش قال؟ كيفاش الطريقة باش الناس تحبنا؟ وقت اللي قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا كان شفت شيء عند الناس تزهد فيه فالناس باش تحبك. ومعنى ذلك أنه قلبك ما يكونش متعلق بما في أيدين الناس بصفة عامة من نعيم الدنيا. فإذا المسلم منا فعل الشيء هذا وزهد فيما عند الناس تميل ليه قلوب الناس وتحبوا الناس وتحبوا النفوس متاحهم. والسر في هذا أنه القلوب بصفة عامة صحيح مجبولة ومفطورة على حب الدنيا، وهذا الحب يبعث الناس باش تبغض بعضها وتتنازع فيما بينها. لكن إذا كان الإنسان تعفف عما في إيدين الناس يعظم في عينيهم ويولي يركنوله ويعطيوه كما يقولوا احنا جنب، ويمنهم من الحقد متاعهم ومن الحسد متاعهم بصفة عامة. هذه وصية عظيمة جدا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا في حاجة كبيرة باش نفهمها ونعمل بالمقتضى متاعها حتى ننال المحبة بجميع صورها، محبة ربي ومحبة الناس، وحتى نتلاقاو مجددا إن شاء الله. نتوجه ربي سبحانه وتعالى بالدعاء ونقول له: اللهم اجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على زين الملاح وآله أهل الفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.